الدكاترة وفرق التمريض اللي واقفة فعلا خط دفاع أول عننا جميعا، بيتعرضوا للخطر وللفيروس لكن لا يتخلوا أبدا عن رسالتهم المقدسة وهي علاج الناس. منظمة الصحة العالمية قالت أن 13% من المصابين في مصر من الأطقم الطبية، لكن مش بس الفيروس هو الخطر الوحيد اللي بيواجههم، الأسوأ هو التنمر المجتمعي اللي بيتعرضوا له من بعض الجهلاء طبعا، لكن ده بيأذي مشاعرهم وبيضايقهم يمكن أكتر من التحديات اللي هم بيواجهوها في المستشفيات، وده لازم يتوقف تماما. لأن الدكتور لو انسحب وقعد في البيت والممرضة ما سهرتش عليك وانت مريض، مين هيعالجك؟ الأطباء بيبقوا الوجوه الوحيدة اللي المرضى بتشوفها وبيتعلقوا بيها طول فترة الحجر أو العزل في غياب الأهل والأصدقاء اللي بيكونوا ممنوعين من الزيارة. دول بيكونوا أهلنا الحقيقيين، دورنا إننا نحميهم، دورنا إننا نقدم لهم أكبر قدر من الرعاية. والحقيقة إن الدولة وفي مقدمتهم مقدمتها السيد الرئيس طبعاً دايماً بيقدموا لهم الشكر والامتنان. والسيدة وزيرة الصحة كل يوم وهي بتقدم بيان الأرقام بتجتمع بيهم عن طريق الفيديو كونفرنس، وبتقول إنها اجتمعت بعدد من المستشفيات عشان تشوف احتياجاتهم إيه. العائد الأهم للأطقم الطبية هي شفاء المرضى، وكلمة شكراً خلونا نرد لهم بعض الجميل بالحب والامتنان، وده اللي نقدر عليه. مرة تانية مش عايزين نوقف الشغل، البلد لازم تكمل تشتغل، لأنه إحنا ما نقدرش زي ما قال المستشار نادي سعد نبتدي من الصفر لما إن شاء الله الكورونا دي تخلص. إحنا دولة اقتصادها محدود ويدوبك ابتدينا نقف على رجلينا، محتاجين إن إحنا لا نفقد ما أنجزناه من مكاسب. علشان كده لازم نفضل نشتغل، وعشان كده المسؤولية مسؤوليتك أنت. لو عايزين نعيش ونكمل ونقدر نكمل دي مسؤوليتنا احنا. الحقيقة عايزة أفتح موضوع مهم جدا، ربما يكون علميا معقد ولكن هو مهم جدا بالنسبة لمصر. في مجلس النواب الآن لجنة تدرس تعديلات ما يسمى بقانون التجارب السريرية أو الكلينيكال ترايلز أو التجارب الإكلينيكية. ده قانون مهم جدا، كان اتعمل له مسودة ذهب للسيد الرئيس، اللجنة اللي بتشتغل مع السيد الرئيس العلمية مأوى السيد الرئيس، رجعوا مرة أخرى هذا القانون لمجلس النواب ببعض التعديلات. هذا قانون مهم جدا، يعني في قائمة مجلس النواب راجع خلال عدد من الأيام يمكن آخر الأسبوع، لكن في جدول الأعمال ما شفتش هذا القانون. والحقيقة إن ده قانون مهم جدا بالنسبة لمصر، مهم جدا بالنسبة للبحث العلمي في مصر. حالة واحدة في كفر جعفر مندوب مبيعات اختلط بـ 12، الـ 12 إيجابيين في 38 أو 34 في الحجر الصحي دلوقتي علشان نتأكد من نتائجهم لسه، وإن شاء الله يكونوا يعني يقوموا بالسلامة، و 13,000 نسمة محبوسين في بيوتهم في حجر صحي وعزل في هذه المنطقة بسبب واحد بس، واحد بس. هذا هو مرض الكورونا، واحد يؤدي إلى عزل منطقة كاملة 800 منزل 13,000 نسمة. هو ده رسالتنا للناس اللي بكرة نازلة تحتفل بشم النسيم. واحد أدى إلى عزل 13,000 نسمة في بيوتهم، ما قدروش ينزلوا يشوفوا الشارع لمدة أسبوعين. والمسؤولية بتاعتك والقرار قرارك. عايز تنزل بقى في الجناين ويتقبض عليك وتحتفل، ده قرارك.